استقبل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بمكتبه بقصر القضيبية معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين، وذلك بحضور سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وعدد من مسؤولي الوزارة. وفي مستهل اللقاء رحب معالي الشيخ خالد بن عبد الله بمعالي وزيرة الدولة الإماراتية معربا عن تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة من خلال مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في فتح مزيد من آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات والمعلومات والدراسات في المجالات ذات العلاقة بملف الأمن الغذائي الذي يحظى باهتمام قيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومتابعة الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ومساندة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله انطلاقا من الحرص على إيجاد الحلول المناسبة للارتقاء بجودة حياة الإنسان واستمرار تمتعه بالعيش الكريم وتعزيزا للتنمية المستدامة في المجالات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأمن الغذائي. وأكد معاليه أنه انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية فإن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية تتابع وضع وتنفيذ المشروع الاستراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي بهدف تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي والحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن ليكونوا جزءا مهما في إنجاح تلك المشاريع. وأوضح معاليه أن ملف الأمن الغذائي بات من أحد أهم المجالات التي تتطلب وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحويل السلوكيات الغذائية والتحديات إلى فرص تضمن تحقيق استدامة الغذاء وطنيا عبر تشجيع المستثمرين على الإقبال على مشاريع الإنتاج النباتي والحيواني والاستزراع السمكي بالاستفادة من الدعم والتسهيلات الحكومية المقدمة والعمل بشكل موازن على المستوى الدولي على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال تبادل التجارب والخبرات وتلبية الطلب على الأصناف الغذائية الأساسية غير الممكن إنتاجها محليا باستيرادها وفق أقل تكلفة وأعلى جودة. وفي هذا الصدد فقد أبدى معالي الشيخ خالد بن عبد الله إعجابه بالقفزة النوعية التي استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أن تحققها في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019، وهو ما يعكس سير الإمارات وفق رؤية قيادتها الحكيمة لتحقيق أهداف ومبادرات استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي 2051. من جانبها أعربت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي بدولة الإمارات عن شكرها وتقديرها لمملكة البحرين على ما لقيته من حفاوة استقبال وترحيب، لافتة إلى أن التفاهم والشراكة الإماراتية البحرينية في ملف الأمن الغذائي تضيف بعدا جديدا ومجالا حيويا للتعاون والتنسيق الثنائي المشترك القائم بفضل حرص واهتمام القيادتين الحكيمتين في كلا البلدين الشقيقين. وأكدت معاليها ريادة مملكة البحرين في تجربتها في مجال الإنتاج النباتي والحيواني والتي يمكن البناء عليها وتطويرها عبر تبادل الخبرات بين المتخصصين في كلا البلدين.